بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم، معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنكمل مع بعض ليسن 1. كنا بدانا في الفيديو اللي فات وكلمنا عن معنى كلمه ادابتيشن، وقلنا ان ادابتيشن دي عباره عن كاركترستيك اوف ليفينج اورجانيزمز، في صفه او هي صفه عند الكائنات بتساعدها ان هي تعمل سيرفايف اند ريبروديوس ان ايكوسيستم، يعني بتساعدها ان هي تبقى وتعيش في المناطق الايه المختلفه. وخدنا examples زي الستار دياجما ليزرد، وخدنا البالم ليفز، وخدنا الهيومن بينج، وبعدين اتكلمنا عن بينجوين، وقلنا ان بينجوين ده في مجموعه من الطرق اللي بيعمل بيها ادابتيشن. واظن ان انت لو ما شفتش الفيديو اللي فات يا ريت تشوف الفيديو. طبعا انتوا جاوبتوا على الاسئله دي في الفيديو اللي فات وكانت اجاباتكم هايله بصراحه. وتعالوا نبدا في الجزء اللي بعد كده في الدرس ده. هنتكلم عن حاجة اسمها adaptation for survival. يعني ايه adaptation for survival؟ يعني التكيف للبقاء، يعني حاجات الكائن بيعملها علشان يبقى، لان هو لو ما عملش الحاجات دي مش هيقدر يعيش. انت عارف ان الكائن الانيمال مثلا كاكزامبل، الانيمال ده غلبان جدا، يعني هو مش قوي، او مثلا قوته مش في جسمه، هو قوته في الحاجات اللي بيقدر ان هو يعملها. واحده من ضمن الحاجات اللي الكائنات الحيه بتقدر تعملها living organisms can make حاجه اسمها كاموفلاج. كلمه كاموفلاج يعني التمويه او التخفي. كلمه كاموفلاج ان الكائن يعني look like other animal مثلا، ان هو يبان اكنه كائن تاني، او مثلا ان هو يعمل جسمه بشكل معين بحيث ان هو يختفي، هايد في الانفايرمنت بتاعته، يستخبى جوه البيئه بتاعته. فكاموفلاج ايه هو التعريف بتاعه؟ بيقول لي في الديفينيشن، عاوزك تركز معايا، كلمه كاموفلاج it is an example او it is an example of adaptation، هو مثال على الادابتيشن، in which some animals hide from their predators من المهاجمين or preys by blending in، يعني التخفي with surrounding environments، يعني ان هو يتخفى في البيئات المختلفة، ان هو يختفي او ان يحاول ان هو يكون مش موجود ومش ظاهر. زي مثلا الاكزامبل اللي قدامنا ده دب اسمه الدب القطبي او بولار بير. بولار بير بيعيش في اركتيك ريجون، دي كلمة ريجن، ها يعني دي كلها حاجة واحدة، ريجن كده كلمة واحدة ماشي. الاركتيك ريجن اللي هو القطب الشمالي، على فكرة في الفيديو اللي فات احنا قلنا ان انتراكتيكا هي القطب الجنوبي ماشي، او يعني خليك فاكر ان انتراكتيكا هي القطب الجنوبي واركتيك هي القطب الايه الشمالي. فالاركتيك ريجن اللي هو القطب الشمالي ده حاجة ساقعة جدا، والجو هناك تلج جدا. فبيعمل ايه؟ هو بيعمل، بيقول لي it has، هو عنده white and thick fur. الثيك فور ده اللي هو التلج، الجسم الفروه اللي على جسمه. وبيقول لي هنا it's white، طب ليه هي لونها ابيض؟ to help it blends in، blends in يعني هو يتخفى، with snow as it sneaks up on its prey، يعني وبرضه علشان ان هو يهجم على الفريسه بتاعته. prey هنا يعني ضحية أو فريسة، عشان يهجم على الفريسة بتاعته وما يشوفوش، لأن هو لو كان لونه مثلا بني وفي وسط التلج ما هو هيبان، صح ولا لا؟ فسبحان الله تلاقي شكله لونه أبيض وشبه التلج بالظبط، فبيستخبى، blends in يعني يتخفى ماشي. فبيعمل it has white fur for أو to help it blends in with the snow، إن هو يستخبى جوه التلج أو يبان شبه التلج، as it sneaks up، ان هو يهجم على الفريسه بتاعته او ينقض على الفريسه ايه بتاعته. بس برضو الفور اللي على جسمه ده علشان التدفئه، عشان برضو ان هو ايه، عشان ان هو يتدفى، مش بس علشان ان هو يهجم على الفريسه، لا ده علشان كمان ايه، ان هو يتدفى ايه. مهم جدا ان انت تعرف الحاجات دي وتكون عارف المقصود بيها ماشي يا شباب. طيب في نوع تاني من الدب اسمه براون بير. احنا خدنا الوايت بير وقلنا ان هو عنده وايت فير اللي هو الـ 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 الفرو اللي على جسمه لونه ابيض. البراون بير والدارك بير
ما ينفعش يبقى لونه ابيض. ليه ما ينفعش يبقى لونه ابيض؟ لان هم بيعيشوا في فورستس اللي هي الغابات، ان لونهم ابيض جوه الغابه طب ما هيبان ويتاكل بسرعه، فاللون بيبقى بني لون الشجر مثلا، وتلاقي لونه بني او بلاك لون الايه الارض ولون الشجر فيستخبى جوه الايه الشجر والحاجات دي، وبيعيش في الغابه فينقض على الفريسه بتاعته. فيقول لي ايه، they have dark fur to help them stay hidden among the trees as they hunt. ان لونهم بيبقى غامق علشان ان هو يستخبى، go hidden among trees to hunt، عشان هو ايه يصطاد او ينقض على الفريسه بتاعته. يبقى احنا خدنا الوايت ان هو blends in snow، ان هو يستخبى جوه السنو. طيب وعشان يعمل ورم، ده اللي هو الوايت فور اللي هو الايه في البولار بير. خدنا البراون بير عنده ايه، عنده دارك فور، عنده الـ الفروه او الـ اسمها ايه اللي هو الفرو بتاعه يعني دارك، عشان هيدن امونج ايه تري از ذي هانت. عندنا بعد كده حاجه اسمها كراكل اند فينيك فوكس. الكراكل اند فينيك فوكس دي انواع من الفوكسس الثعالب، و ثاني كده النوع من انواع الثعالب بيعيش في الديزرت، بيعيش في الصحراء. وبيقول لي ايه، وبيقول لي they have sandy colored fur، يعني الفروه بتاعتهم او جلدهم او جسمهم بيبقى لونه شبه التلج شويه، tan colored fur يعني لونه واخد tan كده شويه مصفر شويه، to help them hide and blend in with desert landscapes. يبقى الكراكل ده عباره عن ايه، ده عباره عن نوع من انواع الفوكس او الفانك فوكس، ده نوع من انواع الفوكسس من انواع الثعالب اللي بيستخبى، وبيستخبى فين، في الساند لان هو بيعيش في الديزرت. اخر نوع انواع الليزرد، some types of lizards، الليزردز اللي هي السحالي. السحالي دي عادة some types في أنواع منها بتعيش في الديزرت، بتعيش في الصحراء، while other types live in other environments among quite colorful rocks. rocks يعني هو الأغلب بيعيش في الصحراء على فكرة، وبعضهم بيعيش في أماكن فيها ألوان أو مناطق فيها ألوان. فتلاقي إيه بقى اللي حصل، الأدابتيشن اللي حصل، they have colorful scales that make them hard to see among the rocks. يعني تلاقي عندهم قشر على جسمهم، قشور على جسمهم، سكيلز اللي هي معناها قشور او اجزاء كده طالعه من الجلد، بتبقى لونها ملون فما تبانش جوه الايه، ما تبانش جوه الكالرفول روكس دي، جوه الصخور الايه الملونه. ايه اللي احنا بنقوله هنا، اللي احنا بنقوله هنا ان في حاجه اسمها كاموفلاج، وان الكاموفلاج ده حاجه مهمه جدا نتعرفها، فكره التخفي او فكره ان انت تعمل نفسك شبه البيئه اللي انت فيها، مش انت كانسان يعني، انا بتكلم في العموم الليفنج اورجانيزمز. تلاقي مثلا في الجيش تلاقي الجنود لابسين لبس شبه المكان اللي هم موجودين فيه، تلاقي مثلا لو هو في الصحراء يلبس اصفر، لو هو في زرع يلبس اخضر، فتلاقي علشان يتخفى ويبتدي ان هو ايه يهجم على العدو بتاعه. نفس الكلام الانيمالز عندها فكره ايه، ان هو يعمل تخفي، ان هو يبتدي ان هو يعمل ايه، يستخبى جوه مكان ويهجم على الايه الفريسه بتاعته. بولر بير مثلا بيبقى وايت، عندك البراون بير بيبقى دارك او لونه بني مثلا او غامق، وعندك الكاركل ايه او فينيكس فوكس ده اللي هو ايه او الفينيك فوكس ده اللي بيبقى لونه اصفر فبيستخبى، وهكذا سام تايبس اوف ايه اوف ليزرد. ده كده الجزء اللي كان فاضل في ليسن 1، وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هعمل لكم اكسرسايز مهم جدا على الدرس ده. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.